هتطبق بي سي ال عند اي واحده فيهم. هتطبق بي سي ال عند ايه؟ اي واحده فيهم. ان شاء الله النهارده هنشرح الكيو في داتا ستراكشر. ايه هو الكيو ببساطه؟ الكيو ببساطه هو عباره عن كانك كده، هو بالاسم بالعربي طابور، ان انت بتعمل بتخزن الداتا على شكل طابور. تمام، ف انت بتخزنها على شكل طابور، ممكن تستخدم فيها الاراي، ان انت بتعمل كده اراي. تمام، بيكون انت عندك كده زي الطابور ده كده، بيكون عندك طرفين مفتوح من الجنب اليمين والجنب الشمال. تمام، غير الاستاك. الاستاك كان احنا قلنا قبل كده كان اللي هو انبوبة، كانت مفتوحة من فوق ومغلقة من تحت. انما هنا اللي عندك الكيوب بيكون عندك طرفين، اللي هو الطرف اليمين والطرف الشمال. وعندك هنا في الاستاك كان عندك مؤشر واحد بس او بوينتر واحد بس، اللي هو كان اسمه التوب. تمام، انما في كيو هنا بيكون عندك مؤشرين، واحد اسمه فرونت وواحد اسمه رير. طب ليه انا عندي مؤشرين دلوقتي؟ ببساطة كده، في الاستاك احنا كنا اتفقنا ان اللي انت عندك التوب في البداية خالص بيكون واقف بره الاستاك، كان بيبقى واقف عند مين؟ عند الاندكس رقم سالب واحد. ليه؟ لان احنا قلنا اي اري بيبدا من اندكس رقم 0، فالتوب كان واقف عند فين؟ عند سالب واحد. برضو عندك هنا المؤشرين بتوع الفرونت والرير بيكونوا واقفين عند السالب واحد. ليه؟ لان انت عندك دلوقتي ان الكيو ماشي بمبدا اسمه الفيرست ان الفيرست اوت. يعني ايه؟ يعني اللي يدخل الاول هو اللي هيخرج الاول. زي مثلا نفترض دلوقتي ان انت عندك شوية ارقام كده، اللي هو زي 5 10 15 20 25، وعايز تخزنه في الاري ده. تمام، فعايز تدخل اول الخمسة، هتدخل الخمسة. تمام، بعد كده هتدخل العشرة، بعد كده دخلت الخمستاشر، بعد كده هتدخل العشرين. تمام، بعد كده هتدخل 25. فانت كده عملت ايه؟ خزنت البيانات اللي عندك. تمام، فانت كده دخلتها. مين اول واحد دخل؟ كان الخمسة هو اول واحد دخل. تمام، اعتبر كده كيو عامل زي طابور العيش، اول واحد دخل للطابور العيش هو اول واحد هيخرج من طابور العيش، فالخمسة دي هي اول واحد دخل، فلما اجي امسح يبقى الخمسة هي اول واحدة هتتمسح، اول واحدة هتتمسح. بعد كده العشرة، بعد كده الخمستاشر، بعد كده العشرين، بعد كده امسح الـ25. طيب واحد هيقول لي هل ينفع امسح رقم في النص او الرقم الاخير او اي حاجة؟ لا، ده كده مش الكيو. الكيو ماشي لازم تمشي بالمبدأ ده، اللي هو الفيرست ان فيرست اوت، اول واحد هيخش هو اول واحد هيطلع. تمام، عشان كده ببساطة ان انا عندي الاتنين بوينتر، اللي هو واحد اسمه الفرونت وواحد اسمه الرير. تمام، طيب عايزين نشرح البداية خالص كده، الالجوريزم بتاع الكيو ماشي ازاي عشان نفهم الدنيا، عشان الكود يبقى سهل بالنسبة لنا، زي ما كده من الستاك شرحناه بالتفصيل كالجوريزم وككود. اول حاجة احنا قلنا ان انت عندك مؤشرين، واحد اسمه فرونت وواحد اسمه الرير، والاتنين بيكونوا بيبصوا على الاندكس بره كده، كأنه الاتنين بيبصوا على السالب واحد، واقفين عند السالب واحد. طيب الفرونت ده لازمته ايه؟ الفرونت ده لازمته ان هو بيكون ملازم لأول عنصر دايما، بيكون ملازم لأول عنصر. او ليه؟ لأن احنا قلنا دلوقتي انت هتخزن بيانات، فانت دلوقتي بعد ما تخزن البيانات دي انت محتاج تمسح، فانت محتاج تمسح من الأول خالص، فالفرونت هيكون ملازم أول عنصر. ليه؟ بحيث لما تيجي تحذف يبقى انت بتحذف من عند الفرونت. طيب ده كده الفرونت. طيب الرير لازمته ايه؟ قال لك الرير لازمته ان هو بيعمل اضافة زي فكرة التوب، هو اللي بيعمل الاضافة. يعني الرير للاضافة، تمام، الرير للاضافة. تمام،
والفرونت بيكون ملازم لأول عنصر أو العنصر اللي عليه الدور للمسح، تمام؟ ده كده الإيه، ده كده وظيفة الفرونت والرير. طيب تعالوا كده عايزين نشوف الألجوريزم عامل إزاي. أنا دلوقتي أول رقم هدخله اللي هو مين؟ أول رقم هدخله اللي هو الخمسة. فأنا عندي دلوقتي الفرونت واقف عند سالب واحد والرير واقف عند سالب واحد، تمام؟ فأنا دلوقتي دخلت هنا أهو، عايز أدخل الخمسة، تمام؟ طيب دخلت الخمسة، إيه اللي بيحصل؟ قال لك ببساطة اللي بيحصل إن الرير، طالما أنت عملت إضافة، الرير بيتحرك بدل ما كان عند سالب واحد هيتحرك يبقى عند الصفر، يعني كأن عملت له بلس بلس، الرير هيتزود بلس بلس. طيب وإيه اللي هيحصل؟ الفرونت هيكون واقف قبل أول عنصر دايما اللي هو عليه الدور، تمام؟ قبل أول عنصر دايما اللي هو عليه الدور للمسح. طيب ضفت مثلا دلوقتي الرقم اللي بعده اللي هو العشرة، فدلوقتي ضفت أهو، ضفت العشرة، تمام؟ هعمل إيه؟ قال لك إن ببساطة هتلاقي إن الرير هيبدأ يتحرك عند الواحد يزيد، تمام؟ يبقى كل ما تعمل إضافة كل ما الرير يزيد. طيب عملت إضافة لمين بعد كده؟ الخمستاشر، إيه اللي هيحصل للرير؟ قال لك الرير هيتحول، هيبقى بكام؟ هيبقى باتنين، تمام؟ طيب عملت إضافة كمان للعشرين، إيه اللي هيحصل؟ قال لك الرير هيتحرك، هيقف عند التلاتة، تمام؟ طيب عملت إضافة تاني لكم؟ ل25 أهو، إيه اللي هيحصل؟ قال لك الرير هيزيد، هيبقى بلس بلس، هيزيد، هيقف عند 4. كده أنت ضفت كل اللي عايز. طيب كده أنت في المسح، طيب أنت كده في الإضافة قصدي، عايز تعمل مسح، قال لك للمسح مين اللي بيتحرك هنا؟ الفرونت. عايز تمسح الفرونت، دلوقتي أنت عايز تمسح مين؟ الخمسة، فالخمسة عايز تمسحها فالفرونت هيقف عندها كده، تمام؟ كده الإيه عمل، وتعمل إيه؟ شطب للخمسة. طيب إيه عايز تمسح العشرة، فإيه اللي هيحصل؟ الفرونت، هيقف عند العشرة، تمام؟ فهو تقوم عامل مسح لمين؟ للعشرة، تمام؟ طيب عايز تمسح العنصر اللي بعده، فهتعمل العنصر اللي بعده الفرونت هيقف عند العنصر اللي بعده، فده كده اتمسح، تمام؟ فالفرونت دايما بيقف عند مين؟ عند قبل العنصر اللي عايز يقف، قبل العنصر اللي عايز تمسحه بواحد، تمام؟ طيب عايز تمسح العشرين، فمسحت العشرين، تمام؟ اهو الفرونت هيحصل ايه؟ هيزيد بواحد، اهو العشرين اتمسحت، تمام؟ طيب عايز تمسح بعد كده الرقم الأخير، اللي عليه الدور، اللي هيحصل ال25 اهي، تمام؟ اتمسحت. طيب كده بقى عندك ايه؟ كده عندك الكيو بقى فاضي. طيب هسألك سؤال بقى، يبقى انت دلوقتي عرفت كده دلوقتي امتى الكيو بيكون فاضي تماما؟ هتقول الكيو كان فاضي تماما في الحالة الأولى لما كان الفرونت والرير كان عند سالب واحد، أو الفرونت والرير يتقابلوا في أي اندكس جوه الكيو. يعني معنى كده ان يعني شرط لما يكون از امبتي، امتى بيكون فاضي؟ بيكون امتى؟ بيكون لما الفرونت ايكوال الرير، ده بيكون لما الفرونت بيساوي لمين؟ الرير. ده كده، الشرط بتاع ال MBT. طيب هسألك سؤال، امتى بيكون ال كيو مليان على اخره؟ قال لك دلوقتي اي ده مثلا لو انت شغال ال كيو كاري، فقلنا ان اي اري بيكون له سايز معين،
فنفترض مثلا ان ده دلوقتي عندك كام، ده كده الاندكس رقم 7، فالسايز عندك دلوقتي كده السايز نفترض ان هو 8 دلوقتي عندك، تمام. طيب معنى ان دلوقتي ان انت وصلت ان الرير عندك اول ما الرير عندك يوصل ل7، اول لما الرير يوصل ل7 اخر اندكس، معنى كده ان الايه، ان كيو عندك اتملى على الاخر، كيو عندك اتملى على الاخر. نفترض مثلا انت كنت عايز تضيف، يعني دلوقتي احنا كنا ضفنا الخمسة والعشرة والخمستاشر والعشرين والخمسة وعشرين، وكنا ضفنا كام، التلاتين، تمام، وكنا ضفنا ال35، وكنا ضفنا مثلا ال40. فايه اللي حصل دلوقتي؟ انا مسحت لغاية ال25، مسحت لغاية ده. الرير دلوقتي وصل لفين؟ وصل لهنا للاندكس رقم 7، فكده الرير وصل ل7، فكده هو مليان على الاخر، تمام. طيب جيت تمسح، هتمسح ال30، هتمسح ال30، تمام. فالفرونت اللي هيحصل له، الفرونت هيقف هنا، تمام. طيب جيت تمسح ال كده، انت كده، هل انت دلوقتي كده هو المفروض مليان على الاخر؟ طيب لو، هل ينفع ان انا اعمل اضافه؟ هتقول لي لا، ازاي لا؟ طيب ما المربعات الاولانيه دي كلها فاضيه دلوقتي، يعني مثلا دلوقتي المربعات دي كلها انا مسحت الحاجات دي. قال لك ده كده فكره الكيو العادي، فكره الكيو العادي بيكون ما فيش استغلال فيه للايه، للاندكسات الفاضيه اللي اتمسحت في البدايه خالص، تمام. يعني انت دلوقتي كده هو ما فيش غير 35 وال40 اللي عندي، مفيش غير 35 ل 40 اللي عندي، وكل دول اصلا ما فهمش حاجه، بس انا دلوقتي قدام الكيو، الكيو مليان على اخره. يبقى هسألك سؤال دلوقتي كده، في الكيو العادي امتى بيكون اس فول، يعني مليان على اخره؟ هتقول لي لما يكون الرير ايكوال ايكوال السايز ناقص 1، تمام. طيب جيت مسحت بعد كده، مسحت بعد كده وجيت هنا، تمام، بقى هنا الفرونت واقف مع الرير، الفرونت هنا واقف مع الرير لما انت مسحت دلوقتي. لو جينا دلوقتي اهو، دلوقتي انت مسحت، مسحت ال 35 كمان، ومسحت ال 40، تمام. كده الفرونت والرير واقفين في حتة واحدة، اه، واصلا المفروض هو فاضي تماما، بس دي الحالة دي لما يكون الفرونت والرير واقفين هنا، بس الرير بيساوي السايز ناقص 1، لا دي كده حالة الفل مش حالة الامبتي. ليه؟ لان انت كده ما تنفعش تعمل اضافة. انا بستخدم الاس فول ان انا ما بيقول لي امتى ما ينفعش تعمل اضافة، بستخدم از امبتي بحيث ان انا امتى ما اقدرش ان انا امسح، تمام. ده كده ببساطة فكرة الايه، الكيو العادي، تمام. طيب لو جينا ننفذه ك سي بلس بلس، تمام، فهنقول دلوقتي ان انا دلوقتي عندي، هعمل كلاس، تمام، هسميه كيو، وافتح القوسين اللي عندي، عندي جزئين اللي هو البرايفت، تمام. البرايفت انا محتاج ايه فيه؟ محتاج فيه اللي هو الفرونت، نوع انتجر انت فرونت، وانت غير منها فرونت، ده في البداية خالص كان بيشاور على مين؟ كان بيشاور على سالب 1، تمام. وعندي متغير اسمه الرير، ده كان في البداية خالص بيشاور على سالب 1 برضو، تمام. وعندي اللي هو الاري اللي عندي، مثلا نفترض ان الاري نوعه انتجر، مثلا نسميه داتا، السايز بتاعه مثلا نخليه اللي هو كام، 8 زي ده كده مثلا، الصوص بتاعي 8، تمام. ده كده ايه الحاجات اللي انا محتاجها، اللي هو الفرونت والرير الاتنين واقفين عند سالب 1، وعندي الداتا. طيب هخش على الجزء بتاع البابليك، جزء البابليك انا دلوقتي محتاج فانكشن اللي هي الاد، فانكشن الاد هنا بيسموها ان كيو، بيسموها هنا في الكيو بنسميها كده الاسم الشائع ليها ان كيو، اللي هي انت بتحط في الصف، بتسميها، عايز تسميها انسرت، تسميها اي حاجة براحتك، تمام.
بس عشان لو انت قبلك الاسم ده تبقى عارف، تمام؟ فانت دلوقتي هتسميها ان كيو، تمام؟ هتبقى نوعها void، مش محتاج ان هي ترجع لي حاجة، تمام؟ طيب هتاخد بارامتر اللي هو ال n مثلا، او اي الرقم، تمام؟ البارامتر اللي هو مثلا عايز تضيف 5 10 15، فهتستقبل منك البارامتر ان انت تقول له ان كيو 5، ان كيو 10، ان كيو 15 وهكذا، فهتستقبل منك الرقم، تمام؟ طيب المفروض ان ايه اللي بيحصل في الان كيو؟ اللي بيحصل في الان كيو ان الرير بيحصل له بلس بلس، الرير هو اللي بيحصل له بلس بلس. هو كل اول ما ضفنا 5 الرير زاد، الرير بيزيد، تمام؟ في الاضافه. طيب هل الرير ده هيفضل ما لا نهايه كده يمر؟ لا، هتقول ان في شرط، هتقول له اف. امتى ان انا ما اقدرش اضيف؟ هتقول لي لما يكون مليان على اخره. يبقى امتى بيكون الشرط بتاع مليان على اخره؟ احنا قلنا ان بيكون مليان على اخره امتى؟ لما الرير بيوصل للسايز ناقص 1. هتقول لي لما الرير ايكوال ايكوال السايز عندك بكام؟ ب 8. هتقول له ايكوال ايكوال 7. لما كده هتقول له ان انت بتعرفش، ما ينفعش تضيف، هتقول له سي اوت مثلا، هتقول له ذا كيو از فول، ده مليان، فانا مش هقدر اعمل لك الايه الخطوه دي، تمام؟ طيب else هيعمل لك الخطوه بتاعت الايه الريد بلس بلس. طيب في ناس تانية بتعملها لك ازاي؟ بدل ما تكتب لك الشرط ده، لا، تكتب لك فانكشن اللي هي زي ما اتفقنا كده في الستاك، فانكشن اللي هي اس فول، تمام؟ ان عشان تختبر في اي وقت كده هل الكيو بتاعك مليان ولا لا. هنعملها من نوع بوليان، تمام؟ هنسميها اللي هي از فول. احنا قلنا بوليان ليه؟ لان هي بترجع لك يا تلو يا ترو يا فولس، تمام؟ فالاس فول دي هتقول له كده اف الشرط بتاعك ان الرير ايكوال ايكوال 7، هترجع لك ريتيرن ترو، تمام؟ طيب else غير كده هترجع لك return false، تمام؟ وهنيجي هنا هنقول له بدل الشرط ده هنقول له if function is false، بس تمام كده احنا عملنا function is false. المفروض عملنا اللي هو ال NQ، ال NQ كل وظيفتها ان هي بتعمل ايه الرير بلس بلس بيزيد، تمام؟ طيب ايه اللي ناقص لنا؟ احنا محتاجين نعمل فانكشن اللي هي المسح. فانكشن المسح هنا بيسموها اللي هي دي كيو، تمام؟ اللي انت بتشيل من عند بتشيل من الكيو، هتكون برضو نوعها void لان انا مش محتاج انها ترجع لي حاجة، اللي هي اسمها دي كيو، دي كيو، تمام؟ مش هتاخد اي بارامتر، هي انا بقول لها بس امسح، فهي عارفه ان هي بتمسح منين، بتمسح من البدايه خالص. طيب المفروض ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان احنا قلنا لما بتيجي تمسح الفرونت هو اللي بيزيد 1، الفرونت هو اللي بيزيد 1، تمام؟ هتقول لها هتقول له ان الفرونت بلس بلس. طيب هل الفرونت بلس بلس ده هيفضل يزيد لما لا نهايه؟ هتقول لي لا، هتقول لي لما يكون الشرط اف، لما يكون ان هو الستاك خلاص اتملأ، خلاص الستاك فاضي، قصدي الستاك فاضي، فانت مش هتقدر تمسح خلاص. امتى بيكون فاضي؟ قلنا لما يكون الفرونت بيساوي الرير. في البداية خالص كان الفرونت، كان الفرونت والرير عند سالب 1، تمام؟ فكده كان اول حالة لايه؟ لان هو ممسوح، اللي هو كده مش ممسوح، اللي هو فاضي، فعند الاتنين بسالب 1، فكده الفرونت بيساوي الرير. طيب الاتنين اتقابلوا عند اي اندكس؟ الاتنين اتقابلوا عند اي اندكس، فكده برضو اللي هو ايه، فكده برضو ان الستاك الكيو قصدي فاضي، تمام؟ فانت عندك دلوقتي شرط اللي هو فاضي، اللي هو الفرونت ايكوال ايكوال الرير. هتقول له لو الفرونت ايكوال ايكوال الرير ساوى الرير في اي حالة، هتقول له ايه اللي هيحصل؟ هخليه هقول له ذا كيو is empty،
تمام. طيب else غير كده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي الفرونت بلس بلس. تمام. طيب في ناس هتعمل لك، هتقول لك ان انت هتعملها بدل الشرط ده هتعمل فانكشن الاس ام بي تي. ليه؟ بحيث ان احنا نتشك في اي لحظه كده، ان هل نقدر نتشك براحتنا في اي لحظه هل الكيو ده فاضي عندك ولا لا. فنخليها من نوع بوليان، اللي هي بحيث انها ترجع لي ترو او فولس. هقول له از امبتي، فانكشن از امبتي. تمام. دي مش هتاخد طبعا بارامتر. هقول له اف الشرط بتاع ان الفرونت ايكوال الرير في اي وقت. هقول له ريتيرن يرجع لي ترو. طيب else غير كده هيرجع لي return false. تمام اتفقنا. ده كده function ال is empty. هقول له هنا بدل front هقول له if function is empty، لو ال stack is empty يعني رجع لك true فاضي هتعمل له الرسالة دي. طب غير كده هتقول له ان الفرونت بلس بلس. طيب عندي فانكشن اللي هي بتعمل لي بيك، اللي هي بترجع لي العنصر اللي عليه الدور ان هو يتمسح، العنصر اللي عليه الدور ان هو يتمسح، اللي هو فانكشن البيك. فانا قلت له دلوقتي نفترض مثلا دلوقتي ان الفرونت ده كده، نفترض ان الفرونت ده كده كان واقف هنا، الفرونت ده كان واقف هنا تمام، وان ده في 40 عادي، ان ده في 40 اهو. طيب يبقى مين اللي عليه الدور ان هو يتمسح؟ اللي عليه الدور ان هو يتمسح اللي هو ال40. طب مين المسؤول عن ان هو يعمل لي بيك؟ اللي هو الفرونت. ففانكشن اللي هي الفرونت، فانكشن اللي هي البيك قصدي، فانكشن البيك، فهي برضو فانكشن من نوع void. تمام. مش بتاخد بارامتر، اللي هي بترجع لي بس العنصر اللي عليه الدور ان هو يتمسح. تمام. هيقول لك return اللي هو الداتا اوف الفرونت بس زود لي اللي هو بلس بلس قبلها. طبعا هي مش فويد لان انا محتاج انها ترجع لي قيمه عدديه، فهتكون نوعها انتجر لانها ترجع لي قيمه نوعها انتجر. تمام. فاقول له انت بيك، فهيرجع لي ريتيرن داتا. بس قبل ما يرجع لي الداتا، قبل ما يرجع لي الفرونت، قبل ما يرجع لي الداتا اوف فرونت هيعمله لي بلس بلس. ليه؟ الفرونت هنا واقف عند الاندكس رقم 6، فانا بقول له زود لي الفرونت الاول اللي هو الفرونت زائد واحد، اللي هو عشان يرجع لي ال40 يعني اللي عليه الدور ان هو يتمسح. تمام. دي فكرة ايه؟ دي الفكرة ان انا بقول له ايه قبل الفرونت دلوقتي واقف عند الست، بس مين اللي عليه الدور ان هو يتمسح؟ اللي هو ال40. احنا قلنا الفرونت بيقف عند الرقم، عند الاندكس اللي قبل الرقم اللي هيتمسح على طول. تمام. فبقول له دلوقتي لما يجي يرجع هيرجع 40، فقبل بقول له ما ترجع ال40 هيعمل لي بلس بلس بس كده قبلها. تمام. ممكن تقول له ان انت تقول له هنا فرونت بلس بلس، يعني زود الفرونت بلس بلس الاول، بعد كده اعمل لي اللي هو الريتيرن داتا اوف فرونت، او توفر الخطوه دي كده وتقول له بلس بلس قبل الفرونت، يعني زود الفرونت الاول بواحد بعد كده رجعه لي. ده كده فانكشن من البيك. طيب محتاج اعمل فانكشن اللي هي بتعمل لي شو، فانكشن الشو ببساطه، لان انا بقول له دلوقتي هعمل فور لوب انها هترجع لي شكل الكيو، هترجع لي ايه شكل الكيو. تمام. طيب الفور دي هتبدأ من عند مين؟ المفروض هتبدأ من عند، نفترض دلوقتي ان الفرونت، نفترض دلوقتي ان الفرونت عند السالب واحد، نفترض الفرونت عند السالب واحد، يعني دلوقتي كده هو من اول خمسة لغاية مين؟ لغاية ال40. نفترض ان هم كلهم موجودين مفيش حاجة اتمسحت، فده مفيش حاجة اتمسحت فالفرونت ما اتحركش من عند سالب واحد. تمام. والرير واقف عند اخر اندكس، انا محتاج بقى ان هو يعرض لي كل ده. فانا بقول له دلوقتي اعرض لي من اول الفرونت زائد واحد
من اول الفرونت زائد واحد، تمام، او تمام. طيب وبعد كده بقول له الاي اصغر من مين، اصغر من او يساوي اللي هو عند الرير. هتشوف الرير واقف عند فين، هتشوف الرير واقف عند فين، تمام. يعني من اول الفرونت زائد واحد، اللي هو مثلا دلوقتي الفرونت في البدايه خالص كان واقف عند سالب واحد، عند سالب واحد، فهتقول له ان انت هتبدا لي من اول الزيرو، اللي هو الفرونت زائد واحد اللي هو من اول الزيرو، تمام، لغايه ما الرير واقف، لغايه ما الرير واقف اللي هو اصغر من او يساوي الرير. طيب الرير كان واقف مثلا مش عند ال40، كان الرير واقف عند 4، فهتقول لغايه ال4. هتقول له الرير كان واقف عند 2، فهتقول لغايه الرير اللي هو واقف عند 2، تمام. بعد كده هتقول له اي بلس بلس، تمام. طيب ده وظيفته ان هو يعمل لك ايه؟ وظيفته ان هو يعمل لك يرجع لك اللي هو قيمة الداتا وفي الاي، تمام، وياخد لك مسافة كده بحيث ان هو يعمله لك بالايه، بالترتيب كده، تمام. ده كده كده احنا خلصنا المفروض الايه، الفانكشن الاساسية اللي عندك. طيب تعال نجرب كده ان احنا هنعمل اول حاجة كده هنعمل ايه، هنعمل دلوقتي اوبجكت من الكيو بحيث ان احنا نقدر نوصل للعناصر اللي جواه. فكتبت الكيو، تمام، فانا كاتب كيو، كيو مثلا نعمل منه اوبجكت اللي هو كيو مثلا حرف الكي كيو، هقول له كيو دوت. قال لي في عندك اللي هو دلوقتي ان انت فانكشن اللي انت ممكن توصل لها اللي هو الاس فول والبيك والشو والاس امبتي والان كيو والدي كيو، تمام. طب تعالى نتشك كده هل هو از امبتي ولا لا، تمام. بس عشان الناتج يطلع لي هكتب قبله كده سي اوت، هشوفه از امبتي ولا لا. هل انا ضفت حاجه في الكيو دلوقتي؟ لا، هتقول لي لا. فدلوقتي هنشوف هيرجع لي ايه. رجع لي واحد، معنى واحد ان هو رجع لي ترو، يعني هو فعلا از امبتي، تمام. طيب لو انا جيت قلت له تعال نشك كده هل هو از فول ولا لا، هل الكيو ده مليان على اخره ولا لا، طبعا هيرجع لي المفروض فولس. هو رجع لي زيرو اللي هو مش مليان على اخره، يعني انا دلوقتي اقدر اعمل ايه، اقدر اعمل ان كيوب براحتي. فانا دلوقتي هقول له دلوقتي ان كيو بقى لمين، ان كيو مثلا للخمسة، تمام، واقول له كيو دوت ان كيو للعشرة، تمام، واقول له كيو دوت ان كيو للخمستاشر، تمام، وهقول له كيو دوت ان كيو للعشرين، تمام. فانا كده دلوقتي ايه عملت ايه، ان كيو كذا مرة دلوقتي. طيب عايز بقى دلوقتي اعمل شو، هقول له كيو دوت شو بحيث ان انا اشوف دلوقتي شكل الكيو عامل ازاي عندي. نسينا نعمل حاجة مهمة أوي، احنا دلوقتي زودنا الرير، تمام، بس نسينا نعمل ايه، نسينا ندخل العنصر جوه الكيو اللي هو جوه الاري. فهندخله ازاي، هنقوله دلوقتي دخل الداتا اوف الرير، الداتا اوف الرير ايكوال الان ان انت هتستقبلها هنا من اليوزر، هيدخلها فين، في الداتا اوف الرير، تمام. وممكن توفر الخطوة دي برضو اللي هو بدل ما تقول read بلس بلس كده تعملها كده، انت تقول له data بلس بلس read، تمام. دي كانت الغلطة اللي عندنا. تعال نجرب تاني كده، او فعلا قال لك 5 10 15 20، تمام. طيب هل هو كده اتملأ؟ طب تعالى كده نعمل
مسح اللي هو نقول له كيو دوت دي كيو، ونشوف هيمسح ايه كده. اهو هو دلوقتي عمل ان كيو، ان كيو تمام، فدخل لك المفروض 5، بعد كده 10، بعد كده 15، بعد كده 20. طب عمل لك دي كيو، مسح منين؟ مسح مين؟ مسح الخمسه اللي هي الاولى من العنصر الاولاني تمام، وبعد كده عرض لك اللي هو ال 10 و15 وال20، دول موجودين في الكيو بس. طيب تعالى كده نحاول نعمل اللي هو نجرب ان احنا نعمل ان كيو اكتر من مره مثلا. طيب طيب قبل ده كله كده تعال نجرب كده فانكشن اللي هي المسح كده لو هو كان فاضي خالص. تعالى كده نعمل دوت تي كيو. تمام انا دلوقتي عايز امسح، وانا دلوقتي اصلا مش ما فيش اي حاجه اصلا فين في الكيو، المفروض ما فيش اي حاجه في الكيو في البدايه خالص تمام، فانا عايز امسح. فيقول لي ايه دلوقتي؟ هيقول لي ذا ستاك از امبتي اصلا، انا امسح لك ايه اصلا والستاك از امبتي تمام. طب تعال نجرب ان احنا نضيف حاجات ازيد. تعال كده نجرب مثلا نعمل ايه ال كيو دوت ان كيو اللي هو دلوقتي 5 10 15 20 تمام. احنا دلوقتي عاملين السايز بتاعنا كام؟ لغاية 8، فعايزين 8 عناصر كمان. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 تمام كده، 5 10 15 20 مثلا، 25 30 35 40 تمام. تعال الأول كده نتشيك هل هو اس فول ولا لأ، هو كده اتملى ولا لأ. طيب وبعد كده نقول له، بعد كده نقول له اعمل لي شو كيو دوت شو. طيب قبل ما نجرب الاول بس كده احنا بنقول له اس فول ولا لا، بس نقول له كده ايه بدل ما نقول له اس فول تمام، اعمل انت لاين بس عشان ما يدخلش الدنيا في بعض. فكده نجرب. فاقول لك اول حاجة، هو اقول لك اول واحد واحد، ايه معنى كلمة واحد دي؟ اللي هو ترو يعني اللي هو اس فول يعني مليان على الاخر تمام. بعد كده عمل لك اند لاين، بعد كده قلت له كيو دوت شو، فعمل لك 5 10 15 20 25 30 35 40 تمام. طيب تعالى كده نعمل ان احنا مثلا نمسح كيو دوت تي كيو مثلا مرتين. عملناه مرتين اهو تمام. وتعال نشوف بقى هل هو مليان ولا لا، ويعمل لي ايه عرض. اهو بص انا دلوقتي عرضت، بص مسحت مسح لي الخمسه والايه والعشره تمام. المفروض دلوقتي في اماكن فاضيه، الخمسه والعشره دلوقتي اماكنهم فاضيه تمام. فانا دلوقتي لان مسحت مرتين مسحت خمسه والعشره، طب فانا بساله هل هو فول؟ قال لي اه هو مليان على الاخر. ليه؟ هل انا دلوقتي لو جيت عملت اضافه؟ قال لي مش هينفع. لو انا دلوقتي جيت عملت اضافه، وانا دلوقتي بدل ما كده تمام قلت له كيو دوت ان كيو مثلا لل ال ل 45 تمام، وناخد هنا بس اند لاين عشان الدنيا تبقى واضحة. جيت قلت له مع ان دلوقتي بص انا مسحت مرتين، يعني المفروض دلوقتي يدخل 45 تمام. اه بص قال لي واحد هو مليان،
جيت ادخل 45، جيت ادخل 45، قال لي ذا كيو از فول، مليان، ما اقدرش ان انا ادخل لك ال 45، ادخلها لك فين؟ تمام، مع ان في مكانين فاضيين في الاول. فكده دي كان عيب، عيب في الكيو في البدايه خالص، ان هم اكتشفوا ان دلوقتي، ان لما جم نفذوا دلوقتي الكيو في الحاله العمليه، تمام، فالمفروض دلوقتي ان الكيو دلوقتي الاماكن دي كلها فاضيه، انا ما فيش عندي غير ال 40، تمام، الاماكن دي كلها فاضيه، بس الاماكن دي كلها ما اقدرش ان انا دلوقتي ايه في الكيو العادي، ما اقدرش ان انا اعمل ايه، ان انا اخزن فيها. عشان كده التجأوا لحاجه اسمها، حاجه اسمها الايه، السيركلر كيو، سيركلر كيو. السيركل كيو ببساطة ان انا دلوقتي محتاج ان انا اعمل ايه، محتاج ان انا اعيد استغلال الاماكن الفاضية دي تاني، تمام.